هذا صوتي حسين ظهر من نحره يخاطب البضعة يقلها يا الزهرة. هذا صوتي حسين ظهر من نحره يخاطب البضعة يقلها يا الزهرة. ضلوعي هشموها وانا عالغابرة وش كثر تشبه ضلعك وكسرة. مثل دارك خيمتي كربلة حير قوها جسمي بسيوف الأعادي يا الوديعة. عثرت خذة من حري صوب ضلعك تهشى من حري صوب ضلعك تهشى من حري صوب من دم المنحر أصبح خضابي أصبح خضابي تشبه مصابي حالة مصابي وتشبه مصابي حالة مصابي. ضلعك المكسور ضلعك المكسور يشبه صوابي بنفس نار الباب حرقة وطنابي بنفس نار الباب حرقة وطنابي. وبنفس ذاك الجمود خيمتي شبوها يظل ما بين القلب يسعر لضاغة نار المخيم من حري صوف ضلعك تهشى من حري صوف ضلعك تهشى من حري صوف ضلعك المهشوم بدت آلامي هجمة وعلى الدار حرقة وخيامي. الهجمة وعلى الدار حرقة وخيامي. الطيحة وميحسي سحقة ويتامي وانا ذبحوني والقلب ضامي. جسمي طاح على الثرى ورقبتي قطعها فطرت قلب المصايب والنواي بالحزن والهم من حري صوب ضلعك تهشى من حري صوب ضلعك تهشى من حري صوب لما العيد وان والذرا وجسمي كربلا شفتيش حاضرة يمي. حضرتي والتواسي همك وهمي للنبي نشا خفت من دمي للنبي نشا خفت من دمي. هذا حالي بكربلة والحرم يسروها ما تزيد همومي واحزاني ومصابي صابك الاعظم من حري صوب دم ضلعي. ضلعك تهشى من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم.